بص مطيع ازاي. ثم معلم قلبوا برضو الميه. الغريب ان ده بيهاجم، اوعى تعديت، تعلب بيهاجم والديب لا. بصوا شايفين الغرابه حضرتك، حته انت النسناس جت جديده اهي. ادي عندك هنا تعابين اهي بتغير جلد، اعداد وكميات جميع الاحجام موجوده. حاجات ممنوعات. على فكره انا لسه معبوط، وانا احنا بندخلهم اهي. ده تعابين غير سام على البشر، نص سام اكيد، لو سام انا مش هبيعه للناس. السلام عليكم ورحمه الله اخواتنا وحبايبنا في كل مكان، منورين الدنيا ملوك المترشمات والمقتولات والممنوعات. النهارده بفضل الله راجعين لكم بحلقه دمار الدمار بفضل الله تعالى. هنفرجكم على اكبر تشكيله حيوانات بفضل الله تعالى على وجه الارض عندنا في المزرعه الحيوانات اللي جدد. لا كمان انا هفرجكم على اليوم بتاعي بيبقى ماشي ازاي، وعايزك تتخيل نفسك معايا في المزرعه بفضل الله. ناكل حيوانات مع بعض، هنشربها مع بعض، اوريكم اليوم معايا بيبقى ماشي ازاي، اشارككم كل حاجه خطوه بخطوه. انا بشارك في كل حاجه، بشارككم تحس كانها مزرعتك وكانها حاجتك، وانت احنا بنركب مع بعض ونشرب مع بعض، احنا مش غرب على بعض. نعاد اجهز لي وصحصح لي وفوالي يا حبيب اخوك، وكوبايه الشاي جاهزه يا حبيب اخوك، والتسالي. وجه على بالي اقول لك ما تنساش الاشتراك واللايك والشير والكومنت الجميل. ده حيوان النمس من ضمن المترشمات والمقتولات الممنوعات في حلقه النهارده بفضل الله تعالى، وانا اوعدكم بحاله ممنوعات. انا ما بغيب، ما بغيبش كده يا انت، انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعبة. ايه جولة ممتعة وشيقة، يا رب تعجبكم يا اخواتي. بصوا لكم من ايه ده، اللي عايز النمس اسعاركم متناول الجميع، واحنا رقم واحد، نتنازل عن رقم واحد ورقم واحد في كوكب الارض. بصوا كده، صور الحتة دي اسمها هذا السقور. اكل تاني بالزيادة، يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله، وحشتوني اكتر ما انا وحشكم. كل سنه وانتم طيبين او عندكم بخير. ناس كتير بقى من اخواتي صورنا كل الحيوانات اللي موجوده، وعايزين فيديو جميل بكل الحيوانات. طب تعالوا كده جوله، ما شاء الله تبارك الله من خيرات الله، فيها مفاجات كتير قوي. قبل ما نبدا حلقتنا طبعا هفرجكم على كل الحيوانات الموجوده دلوقتي. ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتتاكدوا من تفعيل زرار تلاقي كل الاشعارات الخاصه بالقناه، لايك وشير وكومنت جميل على الفيديو عشان يوصلك محتوانا على طول. وبينا جوله النهارده بسم الله. ادي معانا هنا اهو الثعلب الاحمر، وعندنا ما شاء الله كذا قطعه. ده اللي راكبين بيه، كل الاعمار موجوده هنا بفضل الله ما شاء الله تبارك الله. ده حاجه زي كده باكل لحوم الفراخ، وتربيته عاديه زي القط بالظبط، ما يفرقش عنه، بتحط له ميه. طبعا هم مبهدلين الدنيا، هنروق لهم نظبط. انا بفتح معاكم الكاميرا وكتاب ربنا، لسه اللي داخلين حالا. بص معايا جاب لكم عمل حركه النهارده. ايوه سلام. ادي دولا بياكلوا لحوم الفراخ، هتديهم لحوم فراخ نيه زي القطه بالظبط، وبيتدربوا جميل جدا، وطبعا ميه باستمرار. طبعا انا هروق لهم كل حاجه واحنا مع بعض، تمام؟ خش بقى هنا الديب. الناس اللي ما تعرفوش ناس كتير بتقول لك كلب بلدي. ده مش كلب بلدي، ده ديب. بيبقى في فرق بين الكلب والديب في العمر اللي زي كده. ده عمر اكبر شويه، وعندنا صغير خالص اهو، ده لسه يعتبر مفتوح، تمام؟ الحاجه اللي زي كده ياكل زبادي، ممكن اديله لبن بعيش لسه جايب اهو. ده ياكل ده لبن اسلام. لبن بزينه اهو. الاحجام ديت يا اسلام ياكل لبن. اهو زي كده. هو ده لسه ما اتفطمش. جايب له اهو الفين اهو، واللبن اهو، هنفطر ونفت مع بعضينا، تمام؟ ده جاب لي الجابه فين ولون ولا مش هاكل؟ هو احنا والله ما كلنا، احنا ما كلناش والله يا جدعان. هياكلوا طبعا وجبتين مثلا في اليوم، تمام؟ لحد ما يكبر، وممكن اديله لحوم فراخ صغيره بيبدا ياكل فيها، ما عندوش مشكله يعني، حاجه زي كده عمر زي كده، تمام؟ ده كبر شويه، ده بياكل برده نفس الكلام. ده بديله الصبح مثلا اكبر منه بشويه، الصبح بديله لبن بفينو او بعيش، وبالليل بديله لحمه، تمام؟ مره 8 الصبح ومره 8 بالليل. الصبح لبن بعيش، بالليل بديله حته لحمه لا نيه قوي ولا مسلوقه قوي، اللي هو دوبك يعرف ياكلها على قد سنانه. ولما بيكبر بقى يا اخواتي خلاص بقى بياكل لحمه نيه، دي الديابه زي ما حضراتكم شايفين. ولما بيكبروا بياكلوا فرايس حيه برضو. عندنا بدل الحدوته مليون، دول ثلاث قطع، وكان في غيرهم وطلع. الفا كانت جت خربت الدنيا عند اسلام كرم. فاكرين الفا يا اخواتي؟ وادي ادي معاك الثعالب اهو، وادي الديابه. وين الفا دول يا اسلام؟ صراحة احنا عندنا كذا خلفة هنا، وفي كذا أنثى جابت بفضل الله من الشغل بتاعنا. عايز أقول لكم أحسن عمر تربيه للديب أو الثعلب من عمر زي كده، يطلع واخد عليك وهادي. بصوا هوريكم حاجة كده، سيبه على الأرض كده يا أحمد. بصوا مطيع إزاي؟ ده أفضل عمر، وكمان لو أنا أربي معاه كلب بيبقى مطيع أكتر. بصوا
عشان كده اقول لك هاته صغير عشان يطلع واخد عليك. تمام بصوا كاتش عليه عايز ياكل. استنى هناكل كل حاجه بس نوري اخواتنا ونمشي معاهم واحنا بناكل وبنروق وكل حاجه. المزرعه مزرعتكم يا اخواتنا. كل سنه وانتم طيبين. بالشنب القرموطي ده ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتاكدوا من تفعيل زر ترك كل الاشعارات الخاصه بالقناه. لايك وشير وكومنت كمان عشان يوصل لك محتوانا على طول باستمرار وبينا نكمل جوله النهارده. قول اللي جاي ده نار جرد نار. بصوا كده اهو جرول دي اهو جرول تعالي. احنا مش هنقضيها جرول تعالي وديبه بس لان احنا معانا النهارده حاجه جديده وام جديد النمس المصري. انت معانا اهو حدوته جديده النمس المصري. تمام ده بياكل ايه يا احمد؟ قطع لحوم فراخ بانيه فتاكيت سماك حمام يمام اي حاجه تيجي على سكته ما بيعتمدش. ده بياكل برضه فرايس حيه ما عندوش مشكله ولازم بيشرب ميه. تمام حاجه ما شاء الله تبارك الله. واحنا بتوع الممنوعات والحصريات عندنا منه هادي وعندنا منه شرس الهادي والشرس عندنا. تمام اللي عايز اي حاجه خش بعد كده هنا عندك الف حدوته ما شاء الله تبارك الله. سور الشرياس العادي والمدرب ذكور ونتي في كل حته حواليها ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله تبارك الله سقور. تمام دون هنا الشرياس او الباشك او بومير او العوسق افضل سعر للتربيه المبتدئين ارخص سعر. احمد هاكل لكم النمس قبل ما اقول لكم كمل لكم فراخ على السور. جوله ممتعه وشيقه يا رب تدعي لكم يا اخواتي. بصوا لكم ليه ده اللي عايز النمس اسعاركم متناول الجميع. واحنا رقم واحد مش هنتنازل عن رقم واحد ورقم واحد في كوكب الارض. بصوا كده صور الحته دي اسمها. بص كده عند اخوك يلا. بص كده حضرتك. بص كده اخويا. بص يا راجل يا جدع. بص يا اختنا. ما تبص يا اخواتك الناس مش شايفه. بص ده يا جدعان اهو اهو يلا يا عم كل عام اهو المال الحلال اهو المال الحلال اهو شيل يعني. تعالوا بقى هنا نرجع تاني للسور. ده بياكل لحوم فراخ نيه سمان كتاكيت طلع جعان اهو بيقرص. ده ما ده مش عرس. ملوش علاقه بالعرس ده حاجه والعرس حاجه عشان الناس ما تقولكش عرس وما بنزلش عرسي والكلام ده كله. لا لا والعرس برضه بتتباع بس احنا ما بنشتغلش فيها. بس هي عونت على وجه الارض بفضل الله عندنا بفضل الله ويشهد علينا ربنا. من جبل في حاجه من جبل بتطير في الجو اهو بتطير في الجو اهو بتمشي على الارض اهو وتعوم في الميه برضه متاح. وبرضه في تماسيح وفي كل حاجه بس ايه في شغل في مكان تاني دلوقتي. وتعادنا انا عم سيد ابو قلب. ادي عندك هنا السور الشرياس بياكل لحوم فراخ صدور بنيه هياكل وراك اجنحه كتاكيت سمان حمام يمام مره ومرتين في اليوم. تمام يعني يفضل تديله وجبتين في اليوم اهم حاجه تبعده عن الشمس والهواء البارد. ومستلزماته كلها عندنا ده سبوق لحد بيتركب في رجله وبرقع غطا للوش. عندنا كل الخامات والديزاينات. وعندك هنا الوكر الخشبه اللي بيقف عليها بيبقى زي كده اهو واقف على الوكر بتاعه السبوق الحبل بيتركب في رجله بيتربط بالوكر والمفروض بيبقى له غمامه على عينيه. تمام بس عشان يبقى هادي الكلام من ده. بس انا هنا مش بلبس بلاقع. طب مستلزمات السوق كلها عندنا. وعندك هنا ده سعر وكري اعلى منه شويه مناعته اعلى اقوى وعنده مميزات ثانيه ان الشرياس هنا بيتدرب ديل طبعا قبل اي حاجه ما يبقى واخد عليك وهادي ما يقضش يقف على ايدك من الايد وياخد بدايه طيران حر بيتدرب دعم انك تناديه من مكان بعيد ويجي ياكل الاكل من على ايدك وليه تدريبات ثانيه. بس الوكري بيبقى اعلى منه لان الوكري كمان تخص الصيد. تمام الناس بتدربه وتصطاد بيه. عندنا ذكور ونتي ذكر هنا بيبقى على ظهر قلوب ان تاي خطوط. تمام اما بالنسبه للوكري فهنسيب لكم صوره اهي فيها كل الشرح. وطبعا النتاي في الوكري بتكون اغلى من الذكر. تمام وده عندنا شراسات اهو وادي الوكر اهو. خش بقى هنا عندك هنا مستر ده بياكل عيش والخضروات والفواكه وكلام من ده. في حاجات حوامل عندنا حاجات حوامل. وطبعا احسن حاجه ان انا افرش له انشاره خشب واهم حاجه يبعد عن الشمس والهواء البارد برضه وبيشرب ميه لازم ميه معاه على طول. ادي معاك هنا صور الباشق باشق العصافير ده مش موجود كتير. تمام لقطات دي تالت حته عارضها انا جاني الثلاثه الاسبوع ده دي الثالثه. تمام بس دي مشكلتها لما بتاكلش لحوم فراخ ومناعتها مش اقوى حاجه فلازم تديها فران تجارب ومستر وكلام من ده. هنا عندك البوم واجي القلب زي ما حضراتكم شايفين افضل انواع البوم للتربيه في البيت. دي برده بتتدرب تبقى هاديه ما تعضش طيران حر تطير وتجي لك تاني. تمام مفيش اي مشكله. حاجه ما شاء الله تبارك الله. وطبعا الشمس غلط عليا جوارح الشمس التقيله والهواء البارد. ادي عندك هنا تعابين اهي بتغير جلد اعداد وكميات جميع الاحجام موجوده. بتاكل فران التجارب. تمام السحالي
مره كل اسبوع او 10 ايام او 15 يوم او 20 يوم. طبعا في الصيف انا مش محتاج احط له اي مصدر حراره، بس ازاي احفظ نظافه الدم البارد؟ لازم حراره عشان تنشط. في الشتاء بس لو وقت برد ممكن احط له لمبه 40 واط جنب الحوض عشان يحس بالحراره. انا دلوقتي في الصيف فانا مش محتاج اي حاجه، هحط له بس علبه ميه جوه وافضل فرش ليهم ورا الجرنان. تمام يا اخواتي، وزي ما قلت ياكلوا مره كل اسبوع 15 يوم او 20 يوم او 25 يوم، يفضل الوجبه تكون قد اكبر حته في جسم التعبان. دي الوجبات بتاعتهم، المايس والرات. ده مايس وده رات، في فرق كبير بين المايس والرات. بصوا كده الشكل، شكل الجمجمه والحجم برده. الرات بيوصل لاحجام اضخم من المايس. تمام، بياكلوا العيش والخضروات والفواكه. لو هدي عيش لازم احط معاه ميه، هدي خضروات وفواكه مش شرط ميه. ده عندك هنا الميل ورم، ده طبعا اكل الزواحف اللي بتحتاج حشرات. دي طبعا بياكلها الحرابي اللي زي كده الاحجام الكبيره دي، لازم شمس ليها اول باول، هطلمها حشرات. لسه اكل واشرب وانضف، بس هشارككم معاك الجوله دي النهارده. فاحنا بنعمل كل حاجه، دي بتجيب الوان كتير جدا، اخضر اصفر اسود بني على حسب ما بتتعرض للشمس وحسب الحاجه اللي واقفه عليها وحسب حالتها المزاجيه. يعني لو واقفه على شجره بلون، لو عايزه تتجوز بلون، ما بيحبوش يعيشوا جماعه على فكره. تمام، يفضل كل واحده تعيش لوحدها. هنا عصير بغبغانات كوكتيل، وعندي لوز وفشل. دول طبعا بياكلوا اللب وكلام من ده، ومشروع كويس اللي عايز ينتج في البيت. تمام، لسه ما خلصناش اخواتي. في عندك السلاحف اهو، ده مغزى بس العصافير بتيجي تاكل هنا. تمام، كذا حجم، كذا حجم بفضل الله، كذا حجم. بياكلوا خضار، خس، خيار، برسيم، ورق عنب، جعديد، جزر مبشور. تمام، اهم حاجه اعراضه من الشمس، حاطهم في مكان واسع. تمام، بس هما لسه الدنيا احنا هننضف ونروق، وانا شارككم كل حاجه، انا مش خبي عليكم يعني. تمام، بشارككم كل تفصيله انا بعملها. تمام، ده مصري يوصل لحد كف الايد، واليوناني هنا يوصل لحد كف الايد، وفي سلكته بيبقى احجام اضخم منها، بتوصل لحد نص جسم البني ادم. وريتها لكم قبل كده، اكلهم كل واحد، اهم حاجه بس اعرضه من الشمس. وانت بتجيب حيوانات تاخد بالك من ايه وانت بتجيبها؟ لو بتجيبها من اسلام كرم ما تخش بالك من اي حاجه، لان كده كده فاضل اسلام كرم مش هيغشك. تمام، لكن لو بتجيبها من اي حد بره مع كامل الاحترام لاي حد، حاجه تكون سليمه مش متعوره، بتاكل قدامك، مش ما فيهاش حاجه مكسوره، ما فيهاش ريشه مكسوره. يعني زي ما انتم شايفين كده، ده النمس بياكل اهو. وتعالوا بقى جوله جديده دلوقتي، هنقول لكم حيواناتنا كلها بتاكل، وهنشارككم الليله اللي احنا بنعملها دلوقتي. كل سنه وانتم طيبين. وريتهم التعليم، فرجنا انت بقى يا احمد ايه، خش بطلتك وفرج الناس. انا معاك اهو، اللي عنده زينا اقول له عمنا. انت عندك هنا حاجات ممنوعات. ممنوعات. تعالى يا احمد كده، عايزين نوريهم الايه الحيوانات دي عن قرب. بتعرف تشيل شويه تعبين في ايدك؟ على فكره انا لسه معضوض، وانا احنا بندخلهم ايه، ده تعبين غير سام على البشر، نص سام. اكيد لو سام انا مش هبيعه للناس. تمام، ما بيعملش حاجه، ما بيأثرش على الشخص البالغ. اخره يعمل سخونيه وصداع وغثيان لصغار وكبار السن، لكن ملوش اي تاثير ولا بيموت ولا غيره. طبعا هو بيغير جلد لما بيكبر، كل ما بيكبر في العمر كل ما بيغير جلد، عشان توبه بيبقى لاق عليه وعايز يغيره. تمام، هيوصل لحد متر و40 سنتي، والحاجات دي ممكن تفرخ منها وتنتج منها عادي، عشان برضو يبقى عندك مخزون على طول، مش كل شويه تشتري. بقى انا احب انك انت تشتري وتنفعنا. بصوا كده، ده هو كله بياكل اهو. احنا لسه هنروق بقى وناكل ونشرب وندادي، وحادي بقى كرنب زبادي شاله وحطه كله عليه. تعالوا بقى اقول لكم كم معلومه كده عن السلاحف قبل ما الحاجه دي تمشي، عشان 10 دول ماشيين دلوقتي وال10 الكرام. طبعا عشان انا اخد السلحفه اتاكد انها كويسه، ما تكونش متعوره، ما فيش اي خدوش في الصدفه. تمام، ما تطلعش في اي من المناخير ولا العين ولا الفم. طبعا لازم ليها ان انا اعرضها للشمس زي ما انا قلت. ما بتتعرفش اعمارها وهي صغيره، ما بتعرفش اعمارها وهي صغيره، لازم تكون كبيره عندي، لازم تكون مولوده عندي واعد لها من صغرها. غير كده اللي يقول لك انا عارف عمرها وبتاع يبقى بيشتغلك. بيشتغلك عشان يبيعها. دي حته كبيره قوي يوناني، دي حته كبيره، ده مصري وسط، وعندي صغير يعني شايفينه الصغير اهو، الوسط اهو، والكبير بيوصل لاحجام قريب من كف الايد. اكلهم خس، برسيم، جرجير، ورق عنب، جزر مبشور، قشر بطيخ، الدنيا جميله، مفيش مشكله، ممكن ياكلوا كمان نجيله. تمام، عيش، الدنيا جميله. تمام، اهم حاجه اوفر لهم شمس، اوفر لهم ميه برده، مع انهم مش ممكن ما يحتاجوش للميه، انا باكل خضروات عادي. خد يا بيت انت مشيتي؟ فده بالنسبه ليهم. طب احسن حاجه يا مصري يوناني، المصري الاغلب بيطلب وبعد منه يوناني، بعد كده السلكات. تمام، جايبها لكم من تحت لفوق. الحمد لله الحين ورنا السلاحف اهو، هتشحن دلوقتي، هتعبى في كرتونه اخو حالا، وارجع اكمل معاكم اقول لكم بنعمل ايه. يلا بينا، يلا يا احمد عبي، يلا يا صاحبي. اثنين، الكم بتاعتنا دي بره، دي مش هتروح. ثلاثه، دي اربعه، رايحين لنفس الاخ. خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، تسعه، 10. ربنا يبارك لك فيهم اخويا. 10 اهو، هيتشحنوا دلوقتي حالا. بورسعيد دول بتوعنا، يلا خش جوه.
توكلنا على الله. اوب هو ده احمد اخوات جدع اهو، هياخد الحاجه هتشحن دلوقتي لاخواتنا من قدام بنفسينا، بفضل الله نشرب باي اخ. الشرف بكل اخ وكل اخت، احنا هنشرف لينا. انا بنفسي بقول بصراحه ساعات شرف لينا. احمد هيروح وانا اكمل معاكم بقى ايه، ناكل ونروح. اخواتنا بيرنوا علينا اهو، هيظبط المزرعه اهو خير. روح بقى ناكل ونشرب. الله يشد عينك يا صاحبي، بالتوفيق. مش هيعرف يفتح مفتاح معايا. عايز ايه يا حبيبي؟ عايز كلب جيرمان؟ ب 2000 جنيه 60 يوم. لا انا عايزه شهرين. ما هو شهرين يعني 60 يوم يا حبيبي. طب اللي انت عايزه، عندي اي حاجه انت عايزها. نفس السعر 2000. انت عايز تدفع كام؟ عايز تدفع كام حبيبي؟ ماشي، الدفع على فودافون كاش نفس الرقم والتوصيل بعد الدفع. سلام. على الله. عناية عناية. اي وقت كلمنا 24 ساعه شغال، 24 ساعه واصل. سلام حبيبي. اخويا جدع، انا خد بالك انا بصور حلقه وانت طالع معايا فيها حبيبي. بزنه طيب، عايز حاجه؟ سلام. انا برد على التليفون بنفسي، برد على الكومنتات بنفسي، كل حاجه انا برد عليها. فرق الله احنا الله ان شاء الله. تعالوا بقى نكمل السحله، بس انتوا هتستمتعوا. ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتاكدوا ان تفعيل زر تاكد كل الاشعارات الخاصه بالقناه ولايك وشير كومنت جميل. وبنكمل بسم الله. هنبدا منين؟ لا مؤاخذه بقى، انتوا اخواتي مش غربه، انا بشارككم عادي. في اللي بيقول لي اطلع وانت على سنجة 10 واطلع وانت ادينا متر. لا انا بشارك اخواتي كل حاجه، بشارككم تحس كانها مزرعتك وكانها حاجتك وانت احنا بنركب مع بعض ونشرب مع بعض، احنا مش غرب على بعض. عادي انا اسف، انا يوتيوبر بنزل الشبشب بالشارع عادي، وممكن اخش سوبر ماركت اجيب حاجه وبتاع عادي. لا مش مشكله، مش بتظاهر على حد ولا ان انا عشان كذا لا انا عادي زي تمام. تاني انتوا برضه لو في بيتكم هتعملوا كده، لو انتوا بتربي حيوانات عادي. يلا بينا، انا زي ما يلا بينا نكمل. بس انا مفيش اسهل منها والله. بينا اخوات ناكل قبل ما التليفون يفصل. ادي الحلبة ايه عند الاكل، خش بعد كده انا على التعالب. انا ممكن يعني افصل معاكم شويه وارجع شويه، بس عشان خاطر ايه في حاجه تعملها وانا قافل الكاميرا، يعني زي ان انا هربط العلبه دي دلوقتي، يعني زي ربط لي العلبه دلوقتي. ادي ثبت الميه اهو، احط الاكل. لحوم فراخ، دول كبار ياكلوا لحوم فراخ عادي. الاكل النافق هيترمي. شغال بقى في ايده، ده صعب. انا المفروض بعمل الاكل اكل وبصور. خد كده معاهم اكل اهو هنا، اقفل تمام. خش علينا، ده دي بياكل لحوم عادي، ده ادي له اكل عادي. اتفضل. ده بياكل الصغارين دول برضاعة، ده ممكن ما يجيش معاه كلا. دول بقى عايزين لحمة اهو. دي بتبقى بتخلي معاهم على الأكل، عزلناهم اهو معاهم الأكل. لبن وفين اهو معاهم لحمة. المشكلة ده بيقعد يصوت، ده بيقعد يصوت بالليل لوحده، دي المشكلة. ما بيستحملش ولا واحد، بس لازم اعزلهم عشان ما يقطعوش بعض على الاكل. هو معلم شبه سحوانة ياكلوا مع بعض. كلا الفضل صغيرة كانت ايه ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله الصغير، ما انت لسه سايب لك الاكل معاك يا ما جبتوش. بص برضه على فازه يا اخواتي، مش انت سلام سلام. فازه خد يا ادخل يا اوب. هو ده مع الميه بتاعته، هو يشرب ميه واكل
وروح على حالك يا استنى كده هنا اقفل. هالفان خش هنا عايز ازود لهم لحمه، عايز ازود لهم لحمه بالزياده. تمام لحمه بالزياده اكلوا فيها براحتهم معاهم اللبن والدنيا جميله. بص برضه في الاكل ازاي سبحانك يا رب. وهذا الباب قفلناه هنا قلنا في اكل كوكتيل تحت عندها لب. خش هنا المصارين دول يلا بينا ناكلهم. بسم الله مش هيقولوا لا حاجه، لا الحاجه دي لسه جايه اصلا، كانوا جايين جعانين اهو مش هيحلوا. طبعا بدفي الاكل مينفعش ادولهم ساقع، هياكلوا بزياده وياكلوا لحد ما يشبعوا. وادي الميه واكل كده يا دول كمان كلوا عندهم اكل وشرب كده كله عنده اكل وشرب. هنا الجزء ده وادي السقور اكل تاني بزياده وهدا وادي هنا اهو اكل تاني بزياده وادي النمسا اهو كل ما تشبع. بصوا حتى العظم بياكلوا. ادي اكل تاني اهو وبالزياده. وادي وجبه الوكري احلى وكريه كل يلا يا عم. بتشوف الاكل لازم بتعمله الصوت ده. ايه يا حبيبي؟ اه شغال ماشي يا حبيبي. انت اللي عايز المايه الهامستر ماشي. بصوا بصور وبتواصل مع اخواتي اي وقت اللي انت عايزه. حاضر ماشي عينيا حاضر ماشي يا معلم. سلام عليكم. تمام نفس الرقم. سلام يا حبيبي. اما دول فالبكريه دي يلا هم مثل على نفسك. خلي بالك البتاع ده هينتشك. ها تمام بنوصل التليفون اللي بيفصل بس ان شاء الله الحق اصور. خلاص خلصت اهو متجمعوا على الاكل اهو يلا بينا. علينا كمان اكل اهو مجاي كده مفيش غير ثلاث صور هنا كده ضم. علينا العصافير الاسترالي معاها اكلها وشربها دول اللي ما كانوش لسه. ادي وجبه البومه تمام. هنا بعد كده هناكل الهامستر. خلاص احنا خلصنا هامستر معاهم ميه ومعاهم اكل وادي معاهم عيش كمان اهو كده بند خلصنا. هناخد خيارتين من هنا خيارتين ثلاثه هنديهم للميلورم ياكلوا فيه. ودول عندهم عيش وخضروات مفيش ميه فلازم خضروات موجوده. الكيس ده فيه التعابين هنسيبهم فيه دلوقتي بشكل مؤقت عشان عايزين فينا التجارب لو ناكلهم يبقى قصص فمش هناكل دلوقتي تعابين قدام. السلاحف بعد كده مش عارف الاضاءه بايظه مش هعرف انور لكم. بس السلاحف اهي معاك لا يصحوا يلاقوه. لما اصحى الصبح يلاقوه جاهز ده الصبح هيترمي. بقول لكم الحيوان ده بيشرب بكميات كبيره قوي كان بيشرب بس ما حدش صورته سقع البتاع وعدته صعبه. يا رب يشرب قدامك يا رب. لسه بيشرب والله بيشرب بكميات كبيره. يلا مش مشكله كده كده انتوا عارفين انا مش بعلم الناس عشان حاجه. الحرام بتشرب معاك اكلك وشربك وشد حيلك بقى والله كان لسه بيشرب. الحاجة بصور ده هو كان زراعي اصلا. خد يا عم احلى حتة فينو. انا حابب اسيب الحيوانات اكلوا بزيادة مش لما يصحى. اقفل البوابة السحرية. في حد بس نسينا ناكله نسينا ناكل الكبيرة. خدها كبيرة كده كل حاجة مقفول عليها ومعاها اكلها تمام ما شاء الله تبارك الله نفذنا المهمة اللي احنا بنعمله كل يوم فكتر خيرنا والله يعيننا.
ترجع لمكانها الصح. هنا كده الدنيا تمام نظام. في علبة صغيرة هاخدها معايا عشان بس عندي حلبة في البيت لازم اكلها، يمكن نسيت اجيبها. هنا كده ضن، ده الكشكول اللي بكتب فيه الاوردرات المطلوبة مني تمام. اي حاجة بلاقيها قدامي هنا كده ضن، هنا ضن. اتوكل ونعتمد على الله. ادي عدتي التليفون فصل وكتب ربنا. روحت البيت عند التليفون عامل 50% دلوقتي. في صون طابين ضعيفين بخير، تعرفوا بقى الايه يا حبيبي المنظر النهائي. انا جاي لهم دلوقتي الساعه 4 الفجر، بص عليهم اشوف الدنيا فيها ايه. ثم معلم قلبوا برضه الميه. الغريب ان ده بيهاجم، اوعى تعديل تعلب بيهاجم والديب لا. بصوا شايفين الغرابه. كنت عايز انا برضه اكلمكم على الحته اللي قبل ما في الفيديو، انا هحط لهم ميه تاني تمام. ادي احنا كده بنبص على حاجتنا كلها ومزرعه شامله، نراجع مخصوص عشان نصور الحته دي بس. شوف الديب بيتعب، بيقول لك اليوتيوبر ما بيتعبش. صلى على النبي في قلبك فوق ده النار طلع. ادي كده المنظر هنا النهائي. الديابة قالوا شوية تمام نايمين اهو. ايه مالي بغبغان وقع على اللحمة حبايبي. تعال ده احسب الوكل بتاعه ارجع كما كنت على حميته تحت اهي. صفير بومة كلتها اهي مستر تعبين. القوارض الصور هنا عاملين دكال شوية. ترميها لهم تحت ليه تخليها كده. ودي كده نظرة شاملة. هذا المكان بعد تمام تمام يا اخواتي بعد. ايه مؤاخذة ده بختكم. دي مستلزمات الصقور والجوارح عندك دي للعجبان. رب الحلقة تكون عجبتكم، ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتتأكدوا من تفعيل زر التركية كل الإشعارات الخاصة بالقناة. لايك وشير وكومنت جميل وجاي تقيل بفضل الله. كما عودناكم أخوكم في الله سبحانه وكرم ملك السعادة اخواتي السكر بزيادة عشان طيب. كنت عايز أقول لكم حاجة بقى. الكرسي ده كده تخيل لما يبقى أنت نفسك، لما يبقى أنت نفسك تبقى ممثل ولكن إرادة ربنا عايزك تبقى صانع محتوى وتاجر حيوانات. دي بتاعت ربنا بقى. ولكن انت في مكانك المناسب. انت عايز يجب ان تكون انت. انت في المكان الذي يجب ان لا تكون الا فيه. ربما في الوقت الحالي. صن طيبين. وده كلام بخير والله العظيم. انا جاي عشان اكون فيلو. كان في حاجه ولا تاني نمس. معلم ناموس. ما خلاص يا انا بعيد وانت شكفى عددني. صن طيبين وده عليكم بخير. لايك وشير، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك. انا عايز اشترك في القناه وتفعيل زر التنبيهات كل الاشعارات الخاصه بالقناه ولايك وشير والكومنت الجميل. وانا راجع كمان بفضل الله عشان اخد الشنطه بتاعتي ده خلصانه. والجاكيت بتاعي ده النسناس مشي. انا كده افتش اشوف ايه فلوس ولا حاجه. النهارده انا تكسوك جمعه كنت سوق جمعة ومعايا شغل ما في حيوانات يعني. كان في اللي جابها لي في مش عارف ايه اللي بقى اديتها لحد مش حد مشتري يعني. انا معايا شركة شحن هي بتوصل الحيوانات تمام. معانا اتشرف ان انا اوصل اي حاجة لحد تمام. تعالى احكي لكم على موقف غريب حصل لي في سوق جمعة. كنت في حد جايب لي حيوانات المفروض هنتقابل في سوق جمعة وانا نزلت عشان اشوف الحاجة بنفسي يعني. واحنا مروحين ومعانا الحيوانات. الغريب في حد جه عمل انه عايز يساعدني تمام. وانا هناك في حد جه عمل انه عايز يساعدني ولا ساعد معاك الحاجه وبتاع. راح واخد الفاس معانا حاططها على سور كده وكمان حد تاني معايا كمان احمد حركه. فالمهم ايه البتاع اتقلب. فانا لسه كنت عايز اشد مع احمد بس معانا كميه حيوانات وكميه الفاص. فانا عايز اقول لاحمد احمد ليه عملت كده يا ابني ركز وانت بتسد الحاجه. يطلع احمد ما عملش اي حاجه اصلا وان في عيل الواد اللي كان واقف معانا عامل بيساعدنا ده حاططها على السور ويروح زايقها تروح واقعه بحيث ان احنا مستغفلين فاحنا هنتسحل في سحله نقل باقي الحاجه واحنا مسؤولين فيها. فيروح مغفلنا الحاجه وقعت وبعدين احنا نمشي نكتشف ان في حاجه ناقصه ويطلع في عيل مغفلنا وكان عامل بيساعدنا وياخدها ويمشي. واخدها مدريها ورا حيطه
وانا كل سنه طيب. وانا هو عمال اقول له ده راجل جدع، ربنا بعت له بقى لك يا اخوات. بعد ما ركبنا بتاع التاكسي قال لنا ده كان حرام. قلت له عرفت منين؟ قلت له كان بجد؟ قال لي الواد ده حرام. قلت له ازاي؟ الناس برضه خد بالها. قال لي الراجل ده حط القفص وقعه. وقلت له رجعه مكانه مره. بعدين قال لي رجعه مكانه يقعد. قال لي تاني مره عمل نفس الحركه. عشان كده انا رحت كان سالنا هو قال لي ده تبعكم؟ قلت له لا. قلت له انا ومعايا احمد حركه بس. ففي لحظات بتحصل غريبه. انا مره كنت واقف بشنطه سوق جمعه في مره، فجاء اخ كنت سايبه جنب منه وبكلم واحد، فجاء واحد جنب منه اللي هتكفي فوق بص ما لقاش. قال لي هو واقف فتح قال لي هنا هنا في وسط راسك. قال له ايه؟ قال لي عشان في زبائن بتيجي تقف زيك وتسيب حاجاتها وما لهوش حل. قال لي ركز، انا ما بقولش برضو ان ايه سوق جمعه حراميه، لا في انا ده بيت التاني الحمد لله بفضل الله مستوره معايا، عمر ما حاجه اتاخدت مني الحمد لله. بس برضه عشان الناس تاخد بالها يعني، ولسان طبيعي نقعد عليه كلام بخير. في ناس بقت تستحل الحرام، وفي ناس ما تخافش ربنا عايز ولا عملوا ايه. يلا سلام يا طايط. يا مش انا بحب احكي لكم قصص حياتي، ده انا لسه، ده انا اسلام كرامه يفشخ الواقع، لسه احكي لكم قصه حياتي كلها. قصه حياتي كلها احكيها لاخواتي بامر الله في الفيديوهات الجايه، وازاي وصلت للمكان ده. انا يعني مش مكان، بس الحمد لله راضي مستوره. بس عايز احكي لكم حاجات كتير حصلت معايا تساوي ملايين. انا قصه حياتي لو اتعملت مسلسل والله العظيم هيكفيها ملايين عشان تنتج العمل الضخم ده. اسلام كرم بقى، اسلام طيبين، يلاقكم بخير. يا الله اشوفكم الحلقه الجايه، باي. اخويا تادي عقاب مات عنده بدون سبب، اول مره عقاب بوتي دي موت عندي عشان يقول انا انتوا بتكسبوا ومش عارف ايه وبتاع. تعالى بص يا اخويا، تعالى بص المكسب اهو، والله العظيم ربنا يعوض خير. خير ميه ونور وجار وكهرباء وبتاع الحمد لله. رجع النهارده بعد يومين، فما عشان ما اتصلتش انا حتى اهو. بعد يومين ده التاتش الاخير بقى بتاع احمد حركه. بصوا المزرعه بقى شكلها عامل ازاي، بصوا كده، بصوا كده، ده اهو كده تعالى المنظر كده اشيك واحسن ما شاء الله تبارك الله. المنظر النهائي يسلم ايد احمد حركه. ده الحد فاضل لسه هنحط فيه بقى. بصوا هنا كده جمع الوكريات جنب بعض كده. تسلم ايدينا احمد حركه، وعمل لنفسه لوكيشن المنظر النهائي. بقولكم الجنب ده برضو عشان يبقى معاكم كل الاركان. ده المنظر النهائي. ده برجلك حركه تنسوش تاني تفعلوا جرس الاشتراك كده كده وانت في عز تركي كل شيء خاص بالقناه، لايك وشير كومنت جميل. هاجي الساعه 5 الفجر دلوقتي عشان انا رايح اكتب واكلها تمام. فهو بياكل الصبح عامل الليل، وربنا يعني علمنا فيه احسن طبيعي. نشوفكم الحلقه الجايه، السلام عليكم. حضرتك حاسس ان انت يا نص جاي الجديد اهي، بفضل الله وسيناك. النسانيس موجوده طبعا، مفيش اسهل من تربيه النسناس. دي اوضه عاملها للنسانيس، هسيبها فيها تمام. تمام، ومع اكلها خضار وعيش وفواكه ولب وسوداني وكلام من ده تمام. وتربيتها مش اسهل من نسناس، نجيب صغير كبير، لو عايز حاجه مولوده حاجه حامل تسيبها في مكان واسع. طبعا ده الجنزير بتاعها هربطه في حته كده واسيبها تاخد راحتها في مكان واسع، والدنيا سهله مفيش اسهل منها. المفروض البسها بامبرز عشان ما تعملش حمام، مش لسه عامله حمام عليها بسبب الماسكه دي تمام. المفروض انا ملبسها بامبرز طبعا، يا اما انا احطها في قفص كبير وانضف لها باستمرار عشان ما بيتضربوا انها تبقى هاديه ما تعضش الكلام ده. بس ما بتتضربش انها الحته بتاعت انها تاخد عليها. بص هتفللي ان حته انها تتحكم في الحمام دي الحته الوحيده اللي مالهاش تدريب، بس غير كده مطيعه وتسمع الكلام وتضرب تبقى عاديه. انا عايز اقول لكم رجعت المزرعه تاني، راجع جديد عشان احط المعلمه دي هنا، وعايز على طول يبقى اكل قدامها الميه. ودي كل تربيتها، وكل ما الحاجه صغيره كل ما كان احسن، كل ما كانت هاديه احسن. نتائج اغلى من الذكر والصغير اغلى من الكبير. نبقى الحلقه بتاعتنا عجبتكم، ممكن احطها في مقفص وسع زي ما قلت لكم. بس كده هناك ايه